دنيا خرجت إلى العلن عبر فيديو تحدثت عن خيانة زوجها لها وضربها وإهانتها واحتجازها، تقول باكية أنها تحملت الكثير. بث مباشر أجرته دنيا عبر الإنستغرام. أنا كان وصل لواحد المراحل أنا كنت دايما في الحمام تكيجي باه هو اللي كنقول ما نخرجش، والله ما نخرجش، عندي غزال مسؤولية، خرجي وسكتي. طلبت طلب الشقاق لأنه الكارو كان غيتخشى لي في عيني لو ما ضربت لي يدي، لأنه أنا تندفع وتنتقش قدام بناتي وبناتي تيغوتو تيبكيو ماما ماما والغوات مايض على هاد الشيء الطلاق، ولأنه كانوا كيوصلوني بزاف مرة ما جوج راجلك في الأوتيل الفلاني راجلك في الأوتيل الفلاني مع فلانة راجلك في الدور، وكيحسب ليه بأنه ملي كيحط ليهم التليفون ديالهم في لا ريسبسيون باش ملي يكون معاهم الفوق ما يصوروش، راه أنا ما غيوصلني والو. أنا كنت كنغض النظر. خلف الكثير من الجدل والتساؤلات، هل فعلا دنيا تعرضت لكل هذا؟ بل الأسوأ، تقول إن زوجها خانها في قلب بيتها وأهدى عشيقته خلخالها. وحويجي وشميس قميص وسليب وعشاء عمل كما قالت هي، وركب لي أخو الخالي في رجليها ديال الدابة. نعيان فسر هاد العشاء ديال العمل وما غيبغيش يتفسر ليا، نعيان بغي نقنع راسي بانه عشاء عمل وما غيبغيش يتفسر ليا. لم يدم صمت محمد الترك طويلا، فقد خرج من جهته في بث مباشر ينفي كل ما قالته ام بناته. البنت لاول مره كنشوفها ولا علاقه لي بها، لأنها رفيقة صديقي وليست عشيقتي. ولكن لو أنت كنت في بلاستي دنيا قاعدة تقولي نفس الكلام. إذا واحد قال لك غنجيب صديق أو صديقة أو whatever عنا يتعشوا، مع مر نحن قلنا لا لشي حد، وأتحداك تنكري خطأي. يس صح، عندي خطأ واحد اللي هو أنا عندي مشاكل وقت حالي ما كانش خاصني ندير هذه، ولكن مثل ما انت تحت الفخ راه انا بحالك تحت الفخ، مثل ما انت دايره راسك انك انت ذكيه وياس وحصلت على رجلي، في نفس الوقت خاصك تعرفي انت واهلك كاملين ضحك عليهم. اجي نختم عقلنا غير انت صغيره، علاش نمشي بعيد؟ العساسه والكونسر جات تحت، وكاينين الناس بزاف اللي تحت موجودين كلهم شهدوا انه كلكم كنتوا كتنتظروا تحت شي لقطه من الساعه 2:30 تقريبا الفجر. كلام كثير جاء على لسان الترك يحاول تبرير ما نسب اليه، بل واعاد تمثيل ما حصل تلك الليله، محاولا تنبيه دنيا بأنها مجرد مؤامرة ملعوبة. يقول أن وصال مجرد مراهقة في عمر بنته حلا، ولم يهديها الخلخال. لم تدم القصة التي رواها محمد الترك طويلا، خرجت وصال لتحكي بدورها القصة على لسانها، مؤكدة أن الترك هو من عزمها في بيته بعدما جمعتهم علاقة عمل. السيد قال لي غادي نتلاقاو في ان ريستوران باش نهضروا مزيان. قلت له اوكي. من بعد منين هنمشي هنتفاجئ ان السيد غادي يعرض عليا الدار. وكانت له نية اخرى ما وراء ذلك. وافقت وصال الدخول معه للبيت مقابل تحقيق طموحها في الشهرة والعمل، وبالفعل أهداها الخلخال الخاص بزوجته بعد حديث طويل دار بينهما.
سيد نكر انا وعطاني خلخال، انا كنقول اعطاني الخلخال عطا ليا. قال ليا دونك انتي سمعتي ليا و سمعتي ليا زعما وفهمتيني وكذا وكذا وكذا، فنعطيك ان بتي كادو. الضجة بين الزوجين لا زالت قائمة، والملف وصل القضاء.